واحد من يموت من داري داعي واحد من يموت من داري داعي واحد من يموت من داري داعي.
طلع حقوق دم اخواني ذولا طاعوا بالساعة. ما راح ارجع للبيت الا سقط العذاب. ما راح ارجع للبيت الا سقط العذاب. وسقط ذولا الجبانية كنتوا اخواني. العراق دوري واتشرف اكون من جمهورهم، فانا اليوم جاي على ود وانا الجمهور وهم النجوم وهم المدعوين. حي الله
حي الله المقاتل، حي الله المقاتل. هذا بالغيرة، الما يتبع ما توجهه بخيرة. حي الله المقاتل، هذا وبالغيرة، الما يتبع ما توجهه بخيرة. الما ضدي التابع للسياسيين، الما ينزع وجه ويبدله بغيره. شرارة شعب ثائر من وجع الحسين، ما دور على مراد تصويره. ثائر على القوة اللي كانت بتكساس، وعلى ذيك العمارة الفريدة خيره، على اليا ليتنا اللي يحشوها بس لسان، ومن جوا المنابر باقة والديرة. ثائر على الخسيس اللي يحشي باسم حسين، على بتعطي الصلاة ويشرب البيرة. حي الله المقاتل، هذا بالغيرة، الما يتبع ما توجهه بخيره. الما ظل بي التابع للسياسيين، الما ينزع وجهه ويبدله بغيره. شرارة شعب ثائر من وجع الحسين، ما دور على مراد تصويره. ثائر على القوة كانت بتكساس، وعلى ذيك العمامة الفرهدة بخيره. على اليا ليتنا اللي يحشوها بس لسان، ومن جوا المنابر باقة والديرة. ثار على الخسيس اللي يحشي باسم حسين، على التعطى الصلاة ويشرب البيرة. وعلى القالم اطلعوا اطلعوا، بس شباب صغار وما كفت عليهم كلمة كبيرة. رسالة ثانية إلى أهلنا وناسنا بالغربيه بالرمادي، اللي الاعلام سوى فجوه كبيره، خلى ابن الجنوب او صور للناس او للمشاهدين انه ابن الجنوب يكره ابن الغربيه وابن الشمال، وكذلك العكس، ابن الغربيه والشمال يكره ابن الجنوب. تحيه الكل اهل بالرمادي. البصره تقول احنا وياكم اخوان، احنا نحب علي ونزور الحسين، شكو بيها اذا حبيتوا عثمان. تحيه الكل اهل بالرمادي. الجنوب يقول احنا وياكم اخوان، احنا نحب علي ونزور الحسين، شكو بيها اذا حبيتوا عثمان. لعن تطلع لكل عمامة بالدين، تقدس الطائفيه باسم الاديان. ترى المذهب الشيعي السني دنهيج، المهم عند الله يكون المذهب الزان وامامك الله عليك. تحيه كل اهل الرمادي. الجنوب يقول احنا وياكم اخوان، احنا نحب علي ونزور الحسين، شكو بيها اذا حبيت عثمان. لعن تطلع لكل اعمامه بالدين، تقدس الطائفيه باسم الاديان. ترى المذهب الشيعي السني بنهيج، المهم عند الله كون المذهب انسان وامامك علي. بهالموقف يقول تحديدا الناس بهاي صنفان، اما اخو يجمع وياكم الدين، وعد ذلك نظيرك كان من كان. اما اخو يجمع وياكم الدين، وعد ذلك نظيرك كان من كان. السياسيين هم الفرقه والناس، والا الشعب عايش كان سيان. شنو بواحد يصلي وقائم الليل واحسن من ما تلقى فراق سكران؟ طقاع عمي طقاع عمي طقاع عمي. امامك علي بهالموقف يقول تحديدا الناس بهاي السلطان، اما اخو الجمعة وياكم الدين، وعلى ذلك نظيرك كان من كان. السياسيين هم الفرقه والناس، والا الشعب عايش كان سيان. شرب واحد يصلي وقائم الليل واحسن من تلقى سكران. يا عمي الشعب من والطائف يريد نغوص بدم لحد ما نشفط اوطان. وانا خايف ترد الفتنه للناس وبعد ما نلقى نقل هاي رفان. تذكروني
السنين تفوت لا تنسون صاحبكم، وكتبون بضرب بحيل يتحمل رسائلكم، ورسموني على كل شباك يتحسر على عيوني، من شلتوني بالتابوت اول مره احس بغمضتهم. الاخوه الحضور، الشعراء، الاساتذه، اخواتنا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حقيقه طلب لا اتمنى الهدوء، لا اتمنى اي شيء، طلب اتمنى تتواجدون اكثر بساحات الصف. يعني هذا طلب اخوي. خضرنا على قاع ابليس جناسم صوفرة بلا راس، وصبينا الفجر على الماي من روج الشمس سومر قميص الياس، طلعنا ويا الاغاني تراب للصدفة، وغنينا الوطن والماي من مر النزب بالطين، مذبوح الشمس والنحر دم فياي، من يصوغ الجناسم رايل العرسان، من يصوغ الجناسم رايل العرسان، من يدل الكحل بالعين ويبوق الشوف للعميان، تهنى بكل قفل لليل ما شفنا الشمع مفتاح، يسود شرب شعبك والفقر بدرب كل ظلم فانوسك، جوعانة وجلد أصخام مذهورة بمدامحها، من غطى وأصابعنا بزراق الماي سومر خنصر المحراب، من غطى وأصابعنا بزراق الماي سومر خنصر المحراب، ودليناهم الله وتيهون الباب. من غطى وأصابعنا بزراق الماي سومر خنصر المحراب، ودليناهم الله وتيهون الباب، من يا صورة وجه الله اشتهى القربان، حرق قلوبنا مبين اثر نار على صدر القاع، اثر جمره وجنح دخان صفق بينا وخذان تراب، هديج المقبره ودفان يتيه بسامينا، هديج المقبره ودفان هيتيه بسامينا، ونعاومنا تصح نقاب للتشادر، اذا دم الشمس تاهب نحرنا وغاب، تمطر تاهت والرماح يلوح كل صوت بقضيته يصيح، غيم اسود يغطوا ولاية الشجعان، وتمطر موت ومفرعين وقبل الجامع احنا نطيح، جنوبيين ردينا الملح للقاع وزيدناه دم وطين، جنوبيين ردينا الملح للقاع وزيدناه دم وطين، جنوبيين لون الحنطة يشبهنا وظل يتفاخر على التين، جنوبيين لون اسماءنا يكحل ضوى الحيطان، اذا موسم حصاد الله وكل منجل لا نخضع ولا ننذل، الموت يلوق للسمان. ظلمة وترس فانوس غربة، وشباك حط ايده على قلبه، ظلمة وترس فانوس غربة، وشباك حط ايده على قلبه، كاس المقابر ريته شربه، والكاس كون بكيف صبه، يا روح طفيني وطفيك هلبت يفض ليل الشبابيك، يا روح طفيني وطفيك هلبت يفض ليل الشبابيك، وحي المطر ما كان يغريك، تنور طين ويابس البيج، لتشمل ولد من يبقى صوره، لتشمل ولد من يبقى صوره، وصاحبته على الحايط تزوره، لتشمل ولد من يبقى صوره، وصاحبته على الحايط تزوره،
طاحت مثل رمدة بخوره محترقة بس طفاها نوره. رد الصبح رد الصبح والوحدة رديت رد الصبح والوحدة رديت قمت انشد القمصان ضليت وحشة وردت يمي وتمنيت وعقبك وعقبك صورك تحرس البيت زعلك شرب حزن المواعيد كم دوب اغني وبابك بعيد زعلك شرب حزن المواعيد كم دوب اغني وبابك بعيد بدرب النجف عثر المواليد تختار شاب وين الوحيد لا يا حزن شفك نسى الطين يابس على خدود النساوين لا يا حزن شفك نسى الطين يابس على خدود النساوين خيط الضوء تخنق العناوين ودخان بضلوع الحياطين صورة وبقيت رماد نيشان ودفان يدفعنا على دفان صورة وبقيت رماد نيشان ودفان يدفعنا على دفان تشيح كون الخشبة إنسان دخان ماكو جنازة دخان راح اقرا سالفه صغيره تخص اي واحد بصري واي واحد من البصره يعرف هذه الحادثه واللي ما يعرفها اكو لها اثر بساحه الطيران اكو بساحه الطيران سياره محترقه وطالعه من عندها مره شايفينها مو هاي المره عنوان للشرف أروي لكم سالفة هذه المرة صار انفجار وانفجرت سيارتها تأذت من العظمة السيارة المفخخة لكن طلعت وثوبها محترق فخافت على جسمها يبين انطبت للسيارة واحترقت هي والسيارة تقول أنا البصرة المثقفين يقولون إثبات الشيء لا ينفي ما عداه أنا البصرة أنا لما انتعد شجعان بيبدي أنا لما انتعد طيبين بيبدي نشفت جاعنا وما ترتوب الماي متعلمة على درع ولدي أنا عندي لفظ يا ناس واصل خير يمزاخو لكن للأسف سمعوا بصوبتنا نفط ماكو البصرة الوالدة لشط العرب جابت تذكروا بال 2018 البصرة الوالدة الشط العرب جابت بس من العطش عدنا زلم مات انا المحسود على الميناء انا المحسود على الميناء خير اشقد بس كله بطن الاحزاب يا معوض بس كله بطن الاحزاب يا معوض عن ياه اللي تسأل والزغار هواي ورغم الزغار تاخذ حكم من عندك مني حاجم كبير بعقل مال كبير مني حاجم طفل الاحساس ياخذهم مني لعبه اللي ترهن ما يغل بنداس لان ام بتاخذ روح ربتهم تغلبهم اسمع تغلبهم نعم بالشارع ابنيات ولكن بالشرف تغلبهم بس باقب تجدد ثوب عفتهم منحوت بعقلهم مثل ما الاشراف البنات ورود ليش منها اللي يذبل ما عد
ستر عيال البيت، بس والله العظيم الشرف ساترهم، حقهم ينوخذ. بس ما يباعن بيه، خاف من يباعن ينسمع حزن. شهر رمضان يصوم ما الفطر اليوم، ولو حال الفطر كل يوم صوم. يجينا العيد اقول هم تريد نشي، يقول كل شي عندنا وكل شي ما عندنا. ما يمشي الغلط، روح اسال التاريخ، بنات البصرة الدنيا تعرف. يطقطق راسه التاريخ من خجل، من كثرة خجلهم عجز عنه. كافي أمنك مو واضحة الفكرة، وعين ولا سياسي بيكم القدرة. كافي من كذب مو واضحة، ويا شفتوا بردتوا. كافي من كذب مو واضحة، وعين ولا سياسي بيكم القدرة. انقشمرني ليه اللابد ولا اسمح سين، نريد نسبك ونستحمل الزحمة. انا اعرف سياسي غلطة من ينباع بسعر الغلطة الجربية للفقرة. اسأل الله ليش ساسة البستور خوق مصام مثل الوادم الفقرة، اثار الباب واجد ما يكفي جيب تلبس صوت خاطر تلبس السلطة. اسأل روحي ليش الساسة تلبس صوت خوق مصان مثل الواد من فقرة، اثار البوض واجب ما يكفي جيب تلبس صوت خاطر تترس السترة. اظل اغلط عليكم بلكي تنعدلون، العوجين عدل من ينكسر ظهره. اظل اغلط عليكم بلكي تنعدلون، العوجين عدل من ينكسر ظهره. جات الله المهندس يشتغل كالناس، وابنك مكتبه وقرايه ما يقرا. تعال بيتنا يا اخي. اسال روحي ليش الساسه تلبس طوط، سؤال بيه ما بيربح. مثل الوادم الفقرة، أثار البوق واجب ما يكفي جيب تلبس صوت خاطر تدرس السترة. أظل أغلط عليك بلكي تنعدلون، العوج ينعدل من ينكسر ظهره. جات رضا المهندس يشتغل كالناس، وابنك مكتبه وقراية ما يقرا. تعال بيتنا ولاحظنا من النار، ترضى بناس يتغطر بغترة. لو ترضى أخوي 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 الخير المجهوب من جو خطار قام يعذب بعمره. شايفني بصير وعلي صوت اكبر، القبل يلون خشمه كل من القبره، القبل يلون خشمه كل من القبره. سيد المسؤول سيد المسؤول بيام الدعايه، بيام الدعايه شريت وتعيين، ويا شارع محفر ترتبط بالله. ولدك ولد اخوك تعينوا بالغاز، واصحاب الشهايد تنقبل شرطه. مثل هيك سياسي، مثل هيك سياسي كتل. سيد المسؤول ولدك ولد اخوك تعينوا بالغاز، واصحاب الشهايد تنقبل شرطه. التظاهرات قائمه حتى تحقيق المطالب. المطالب مثل ما تعرفون ما تتحقق بتغيير شخصية معينة بالدولة، وإنما بتغيير بعض الأنظمة والقوانين التي تكون نوعا ما مجحفة بحق الشعب العراقي. مر على الحصام شهرين وأكثر، وباقين بالحصام حتى 3 أشهر سنة حتى تحقيق المطالب، ونبقى الصعد الصعد بالمظاهرات، تصعيد سلمي. كل اللي سويناه سلمية، من الشعر، من قطع الطرق، كل طرق سلمية. ما ضربنا قوات الأمن، ما حرقنا شيء، احنا بالبصرة. اما بخصوص ترشيح اسعد العيداني او اي واحد من الزمرة الفاسدة، احنا رفضنا، احنا رفضنا اي واحد من الاحزاب الفاسدة اللي حكمت وعافت فساد بالعراق منذ 16 سنة ولحد الان. فاحنا ما نريد نعيد التجربة.
اعطينا شهداء واعطينا جرحى، ومستحيل انه نبقى نستمر على نفس الخراب. العراق البلد الوحيد اللي ماضيه اجمل من حاضره، واحنا مستحيل ان نريد المستقبل. الان المستقبل مجهول. المظاهرات هي الامل الوحيد للشعب العراقي للخلاص من هؤلاء الفاسدين، للخلاص للعراق. نريد يصير حالنا حال الدول، حالنا حال شعوب بقيه العالم. ليش احنا البلد الغني من الشباب والموارد الطبيعيه ما محتاجين شيء، بس محتاجين قياده صالحه، محتاجين اشخاص وطنيين يقودون الوطن، مو اشخاص فاسدين، مو اشخاص ولاءاتهم لدول الجوار او دول عبر القارات. ولا اريد يكون للعراق حصرا، للشعب العراقي. الشعب هو مصدر السلطات، وواجب عليه تستجيب لصوت الشعب. الشعب قال كلا للفساد، كلا للاحزاب الفاسده، وكلا لكل الشخصيات. الان مطلب المظاهرين كلهم من شمال العراق لجنوبه انه نريد شخصيه مستقله، رئيس وزراء مؤقت، ما يكون وزير سابق او عليه ملف فساد او جنسيه مزدوجه، حتى ينقلنا هذه المرحله المهمه من الانتخابات اللي راح تجري بدون تزوير، بدون جبر الناس على انتخاب فلان او علان، وايضا سيطره الدوله على السلاح المنفلت من قبل الميليشيات التي لحد الان لحد هذه اللحظه تقتال الناشطين من اجل اخفاء صوت الحق، من اجل اخافه المظاهرين. بس هذا بالعكس يزيدنا. تلاحظ الان كل ما تصير قضيه اغتيال او قتل او مصائب تصير بالمظاهرين، تزيد مطالب المظاهرين تصعد ما تنزل، والمظاهرين ايضا يأتون للساحات بالالاف كل ما تصير. فهم غلطانين، عبالهم يخوفوننا، عبالهم انه نسكت او نخاف. ابد، صوت الحق يعلو على كل شيء، وصوت الشعب باقي لحد تحقيق المصالب كلها. ما نتنازل اي مطلب. تحية طيبة لك السادة العزيز وإلى المشاهدين الكرام. نعم، اليوم أنا في ساحة التظاهر من البصرة الحبيبة، من البصرة الفيحاء. نعم، مطالب المتظاهرين لا تكون مطالب، بل هي مطلب واحد: أقالة الفاسدين، أقالة الفاسدين، أقالة الفاسدين، شلع قلع. أقالة الفاسدين هم هؤلاء البرلمانيين، الوزراء، مجلس الوزراء، رئيس الوزراء، رئيس الجمهورية، كلهم فاسدين. متفقين بويا لو لا؟ بيهم شريف؟ لا. خلص، إذا ما بيكم شريف كلكم فاسدين، إحنا ما جاي نريدكم. أنا انطيتك، أنا اللي انتخبتك جاي أقول لك وخر. أنا انطيتك الشرعية جاي أقول لك ما عندك شرعية، خلص وخر. الدنيا الشعب تكتل، وفوق هذا كله جايب لمحمد الشاع السوداني. محمد الشاع السوداني شنو اللي سواه؟ شنو اللي سواه؟ أسعد العيداني، أسعد العيداني اللي كتل إخواني. بويت كم شهيد طب البصرة أسعد العيداني؟ آلاف. أقسم بالله أنا لا متحزب ولا تابع الحزب ولا أكره الشخصية، لكن من حرقة قلب اللي شفته هنا شنو اللي سووا بينا وكل الأحزاب. نعم، نحن نريد حكومة مستقلة ويختارونها المتظاهرين، ونحن أهل البصرة، نحن من أهالي البصرة، نرفض إلى مجلس الوزراء بغداد، كل المحافظات الناصرية، العمارة. احنا اخوانكم بالبصرة. اسعد العيداني ما سوى اي شيء، والرفضة رفضة تماما. اسعد العيداني متحزب، رشح ويا دولة القانون وكلكم تعرفونه. محمد الشاع السوداني هاي كلاواتك ما تعبر علينا، انت كنت بدولة القانون. اليوم مع كل الاحزاب كل من يريد يجر النار لقرصته. احنا عراقيين، نازل اخذ حقي. انت لو تفتهم كلمتي عدة ثلاث كلمات، نازل اخذ حقي. حقي شنو هو؟ حقي ارد اعيش حالي حال العالم، حالي حال. يعني انا ابو الامارات اللي كان يجيب المهندس البصري ياخذ الامارات، يريد يسوي الامارات مثل البصره، تاليتها الامارات تضحك علينا، الامارات تناطح السحاب واحنا بقينا هيجي. انا ام الشهيد تلم على ليق وتشسمه وتبيع، او انت قاعد لهناك تماطل بهاي كاف مماطله. الاحزاب شلع قلع. الاحزاب شنو؟ شلع قلع. الاحزاب شلع قلع. كلكم البرلمانيين 320 ناعب ما نريدكم. هي قوة عمي لزقتوا بويا ام الشهيد تقلكم، واحنا المتظاهرين نقلكم والله العظيم ما نريدكم. السلام على العراق وعلى ارض العراق.
السلام على شهداء العراق الحضور جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خادم مكانه بس خل احكي لك من اول القصيدة والنوب اقرا لك سليمة. اكو جماعة يقولون هاي الانتفاضة وهاي الثورة هي ثورة مال ناس جوعانين وفقرة وطلعوا. انا ارد عليهم شكو اقول انا ابن العراق وعايش بفية مو جوعان طالع ردت حرية. انا ابن العراق وعايش بفية مو جوعان طالع ردت حرية. متروسات عند العين والماعون، متروسات عندي العين والماعون، اللي يجيني وعندي ياكل تتعب رحية. طالع جيب بلدنا الغرب تنهش بيه في الديران طالع والسعودية. أنا خادم. هاي عندنا جيراننا بيننا وبينهم بشة، بس هاي جيراننا ما فاكتني تجيب بهالبلاوي وهالمصايب وهالضرايب وتبعي. اسمها سليمة. ما ظل كل عذر للمطر حتى يطير، ما ظل كل عذر للمطر حتى يطيح. مو بس السماء قلوبنا مغيمة، طالبنا بضوء والحكمة وخفافيش، ردناها بسلم بس رافضة سليمة. سليمة سليمة ما تفكني، سليمة ما تفكني، شلون تاليها الرضا مدري شجالة واندفن بيها. أرد أسمع من عندك، من عندك أرد أسمع. سليمة سليمة ما تفكني شلون تاليها الرضا مدري شجالة واندفن. سليمة ما تفكني شلون الرضا مدري شجالة واندفن. يا عمي سحونا شركم رايدين نعيش ولا احنا الطرايب نصعد عليها. بلد مثل المراية وحط عليه عصفور، والقادة جهال ولازمين حجار. بلد مثل المراية وحط عليه عصفور، والقادة جهال ولازمين حجار. خل نموت احيانا الموت يفيد، تموت النخلة يلا تحصل الجمال. وعراق عراق وما نعوفه وللغرب نمطيه، وما نترك بلدنا مطيرة تسرح بيه. عراق وما نعوفه وللغرب نمطيه، وما نترك بلدنا مطيرة تسرح بيه. بموال وولد وبيا علي نحميه والليل نقصه وراسه. بلهفة وشوق قمنا نحاضن الجيلة مثل مجنون ليلة وينتقب ليلة. بلهفة وشوق قمنا نحاضن الجيلة مثل مجنون ليلة وينتقب ليلة. الشعب ظل يؤمر وخلصت دواسينا ومو نشقف نطرخ ظلين.